بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة من متابعي منصة الأسكولة التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع التفاضل وهناخد من الوحدة الثانية الدرس الأول اللي بيتكلم على الدالة الأسية ذات الأساس الطبيعي والدالة اللوغاريتمية ذات الأساس الطبيعي. طبعا احنا عرفنا قبل كده ان الأساس الطبيعي رمزه ه وده اسمه عدد نابير. عندنا حالتين لموضوع الدرس النهاردة: التعبير عن العدد الطبيعي ه في الحالة الأولانية لما يكون عندي دالة أو سين تقترب من ما لا نهاية، يعني لو عندي دال سين بتساوي دالة بين قوسين اسمها 1+1 على سين الكل أس سين، نخلي بالنا من الدالة دي تاني، قوس 1+1 على سين الكل أس سين، بنقول كلما تقترب سين من ما لا نهاية كلما تقترب قيمة الدالة أو قيمة نهاية الدالة من عدد نابير اللي هو ه. يعني لو جيت أجيب نهاية الدالة اللي هي 1+1 على سين الكل أس ه، لما سين تقترب من ما لا نهاية هتقولي في الآخر القاعدة بتساوي ه. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن هو هيديك مجموعة من الأفكار. هنقول تاني اللي بين القوسين 1+1 على سين كل أس سين، الأفكار بقى في إيه؟ الواحد ده لازم يكون موجود واحد بس، وبعدين السين اللي في المقام لازم تساوي السين اللي في الأس، ما ينفعش حاجة غير كده. طيب أمال إيه الأفكار بقى؟ ممكن يحط بقى الواحد اللي في البسط ده يحط فيه رقم، ممكن السين اللي في المقام يحط معاها رقم، ممكن السين اللي في الأس يحط معاها رقم. لما قلنا التعبير عن العدد الطبيعي ه وقلنا المحور الاول اللي هو عندما س تقترب من النهايه، المحور الثاني هو عندما س تقترب من الصفر. عندما س تقترب من الصفر انا عندي حالتين، الحاله الاولانيه هي الداله الاسيه والحاله الثانيه هي الداله اللوغاريتميه. يعني هيدي لي نهايه داله اسيه الاساس بتاعها ه ونهايه داله اسيه الاساس بتاعها الف، والف ده اي عدد اي عدد اخر. وفي الحاله الثانيه الداله اللوغاريتميه برضو هيديني، ان احنا عارفين ان اللوغاريتم لما بيتكتب بيتكتب لوغاريتم العدد، والاساس المره دي هيكون ه، وفي المره الثانيه هنجيب نهايه الداله لما س تقترب من الصفر، لما الاساس مش هيكون ه، لما الاساس هيكون الف، والف اي عدد طبيعي اخر او اي عدد اخر غير ه. في كل الاحوال المجموعه اللي انا قلتها دي كلها مش هتبان الا من خلال مجموعه من التمارين والامثله اللي هنشوفها مع بعض. خليكم معانا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. نتكلم على نهايه الدوال المرتبطه بالعدد الطبيعي ه، وقلنا التعبير عن العدد الطبيعي ه قبل كده اللي هو العدد النيبيري بمفكوك تايلور اللي احنا عارفينه، اللي هو سيجما او مجموع او متسلسله تايلور، اللي هي نون تبتدي من صفر الى ما لا نهايه، 1/(n) بيساوي ه اس 1، وه قيمتها بتنحصر بين 2 و3، يعني هي تقريبا حوالي 2.7 وشويه ارقام كده. طيب رقم 2، الدالة اللي احنا محور درسنا النهارده اللي هي دال س بتساوي 1+1 على س اس س، دي اسمها دالة أسية، وبعدين كلما س دي تقترب من ما لا نهاية تقترب قيمة النهاية بتاعت الدالة من العدد النيبيري ه، وهو دي العلاقة اللي احنا هنشتغل عليها. من معلوماتنا قبل كده اللي لما نقول 1/(ما لا نهاية) هنستخدمها برضو في درس النهارده، 1/(ما لا نهاية) بتساوي صفر، يعني وكمان 1/(أس ما لا نهاية) بتساوي كميه غير معينه. يعني ايه كميه غير معينه يا جماعه؟ اخذنا قبل كده ان هي لها عدد لا نهائي من الحلول او عدد كتير من الحدود، لكن انا ما اقدرش احددها، لكن انا بحاول اجيب لها حل. عندما س عندما 1/(س) لما تقترب من الصفر، معنى كده ان السين بتقترب من ما لا نهايه، السين تقترب من ما لا نهايه. احنا بنعمل تمهيد، دي مش حاجات جديده، دي حاجات قديمه عشان لما نخش في موضوع الدرس. العلاقه اللي هي تهمنا اللي هي موضوع درسنا النهارده، نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه الداله 1+1/(س) تساوي ه، وكل اس س بتساوي ه. طيب تمام، نخلي بالنا عشان اطبق العلاقه دي واقول اطبق النهايه دي واقول بتساوي ه امتى، لازم يكون عندي شروط. اولا س تقترب من ما لا نهايه، يعني اللي تحت ما لا نهايه هنا في س تقترب من ما لا نهايه، مش اي عدد تاني. وبعدين الداله دي بقى نفسها 1+ هنا لازم يكون في 1، ما ينفعش رقم، وهنا لازم يكون س بس ما معهاش رقم، ما فيش معامل قصادها 2 ولا 3، وهنا لازم يكون س بس في الاس ما فيش قدامها رقم.
يبقى خلي بالك من الشروط دي كلها، س تقترب من ما لا نهايه، الكاس البسط بتاعه واحد بس، ما ينفعش اتنين ولا تلاته ولا اي رقم تاني، المقام السين زي السين، السين اللي في المقام زي السين اللي في الاس، بيساووا بعض، وبرضه ما فيش قدامهم ايه ارقام. هنشوف الافكار دي كلها لما يحط لنا ارقام ونحاول ان احنا نتخلص منها. طيب بنقول نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه، لما الداله الجديده اللي عندنا 1 زائد 1 على س، حط لي هنا بقى ايه؟ حطيني هنا مع الاس رقم. طب مع الاس رقم نعمل ايه؟ نجزء الداله. احنا عارفين ان ضرب الاسس عباره عن ايه؟ جمعها، دي من قوانين الاسس، وكمان في قوه القوه، يعني لما يكون في عندي عدد الف الف اس 2 الكل اس 3، يبقى دي عبارة عن ألف أس 6، صح كده؟ هنستعمل دي، يعني دي هنجزئها. يعني ايه هنجزئها؟ هنعملها نهايتين. النهاية الأولانية عبارة عن نهاية لما 1 زائد 1 على س الكل أس س الكل أس 5، زي ما عملنا هنا الكل أس 5، كده أنا ما عملتش حاجة. جميل قوي. طيب هل كده بقت على الصورة العلاقة الأساسية؟ بقت على العلاقة الأساسية، هنا في 1 والس بتساوي س الكل أس 5، أصبحت قيمة النهاية دي كلها على بعضها بتساوي كام؟ بتساوي ايه؟ حسب القاعدة، يبقى هي أس كام؟ هي أس 5، يبقى الناتج في الآخر بيساوي هي أس 5. نشوف مثال تاني. طيب افرض بقى ايه؟ عمل لي نفس الحكاية بس هنا حط زائد أو رقم أو ناقص رقم تاني، مش هيفرق معايا. مش هيفرق معايا ازاي؟ هقول لك ازاي. دلوقتي احنا عارفين برضو لما نيجي نقول ألف أس س زائد في ألف أس ص، دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ألف أس س زائد ص. جميل قوي. طب الاتنين الأس مجموع، يبقى رجعهم لضرب، ده اللي أنا هعمله هنا، هنجزئها برضو. يبقى دالتين، الدالة الأولانية 1 زائد 1 على س الكل أس 3 س في نفس النهاية، بس 1 زائد 1 على س الكل أس كام؟ 2، لأن أنا لو جمعت ده وجمعت ده باعتبار إن الأساسات واحدة هيديني 3 س زائد 2، كده ما عملتش حاجة. جميل قوي. طيب هنا بقى لو أنا عوضت تعويض مباشر 1 على س، 1 على س أخدناها في المقدمة تديني 0، 0 زائد 1 يديني كام؟ يديني 1، 1 أس 2 يديني كام؟ يديني 1، يبقى كل ده يديني بكام؟ كل النهاية دي قيمتها واحد. خلاص بقى، يبقى واحد مضروب في النهايه دي، عشان كده بقول لك هحط هنا رقم، هضيف على ال 3 س رقم او اطرح منه رقم، كل مره هيديني واحد. تمام. طب هنا بقى الله، طب ما دي عملناها قبل كده، دي عملناها قبل كده، يعني جزأنا، يعني هتبقى 1 زائد 1 على س الكل اس س وبعدين الكل اس 3، الكل اس س الكل اس 3، عشان دي كده كلها تديني ايه؟ تديني النهايه بس، وادي الاس 3 اهو نزل زي ما هو، يبقى كلها تطلع بها اس كام؟ هي اس 3. طيب نشوف مثال كمان. ما حطش قدام السين اللي في الاس رقم ولا اللي في المقام، حط لي مكان الواحد رقم. هقول له ما ينفعش، لازم هنا يكون ايه؟ واحد. بس هنا بقى نضطر بنشتغل لايه؟ بالفرضيه. يعني ايه بالفرضيه؟ يعني انا عايز اخلي السين دي البسط ده واحد، يعني عايز اشتري الخمسه. نعمل ايه؟ هنقول له هنفرض ان السين اللي في المقام دي، سين في المقام بتساوي 5 ص. ليه بتساوي 5 ص؟ عشان لما اسالي السين واحط 5 ص، الخمسه تروح مع الخمسه، يبقى هنا في البسط كام؟ واحد. طيب بس كده لا، انا عشان اغير هنا لازم هغير هنا. ماشي، هي لما كانت السين بتقترب من ما لا نهايه، يبقى معنى كده ان ص هنا ص هتساوي كام؟ او س هتساوي 5 س، يبقى معنى كده ان 5 س، 5 س دي كده هنحطها مكان السين دي، هنحط مكانها 5 ص، هتقترب من الكام؟ هتقترب من ما لا نهايه. لو قسمت على 5 يبقى هي هي، يبقى ص برضو بتقترب من ما لا نهايه، يبقى الشرط ده يعتبر من الشروط الايه؟ المهمه. تمام قوي. يبقى اشتلت السين وحطيت مكانها 5 ص،
تقترب من ما لا نهايه، قسمت على 5 وقسمت على 5 يبقى برضو ص تقترب من ما لا نهايه. الخمسه بقى هنا هشتري السين دي كده واحط الفرض اللي انا حارضه بكام؟ ب 5 ص، واشتري السين دي برضو واحط الفرض اللي انا عامله بكام؟ ب 5 ص. جميل قوي. اهم حاجه الخمسه تروح مع كام؟ الخمسه. اداني الصوره اهي، تمام قوي. طب هنا 5 ص، اقول له مش مشكله ما انا اشتغلتها في المثال اللي فات، يبقى دول قوه قصاد اس قوه، يعني هتبقى 1 زائد ص، 1 زائد 1 على ص، الكل اس ص، الكل اس 5. خلاص يبقى كل دي تعتبر بايه؟ ب ه اس 5. تديني كام؟ ه اس 5. ماشي، نشوف نفس المثال. الله، طب ايه الفرق بين المثال ده والمثال ده؟ مديني هنا الاشاره ايه؟ سالبه. يبقى وانا بحط الفرضيه هفرض لك، خلي بالك القاعده بتقول الاشاره لازم تكون موجبه، ما ينفعش تكون سالبه، ما ينفعش تكون سالبه. طب انا عايز اخليها موجبه اعمل ايه؟ وانا بفرض الفرضيه دي هقول له يبقى س بتساوي سالب 5 ص في المقام، عشان السالب تروح مع السالب تبقى موجب. يبقى كده بسطنا. وانا كمان بشتغل هنا، يبقى هقول له سالب 5 ص تقترب من ما لا نهايه، وبعدين نقسم على سالب 5 ص زي ما احنا شايفين كده. جميل قوي. اشتلت السين وحطيت سالب 5 ص، واشتلت السين وحطيت سالب 5 ص. جميل قوي. هنا اصلا كان في سالب، والسالب تتضرب في السالب دي بقت ايه؟ بقت هنا اشاره موجبه. خلاص الخمسه تروح مع الخمسه، يبقى لما اجي ابسطها وهقسم هنا كمان على سالب 5، وهقسم هنا كمان على سالب 5، مفيش حاجه هتتغير. يبقى ص تقترب من ما لا نهايه لما 1 زائد 1 على ص تقترب من سالب 5 ايه؟ ص. نفس الحكايه هنجزئها، هتبقى 1 زائد 1 على ص، الكل اس ص، الكل اس 5. جميل قوي. سالب 5 كل دي بها ه أس سالب 5، يعني تعتبر 1 على ه أس 5. عايز تسيبها بالصورة اللي انت شايفها كده، خلاص مفيش ايه؟ مفيش مشكلة. طيب ايه الجديد في دي؟ الجديد ان هو حط تحت في المقام مع س عدد، واحنا اتفقنا لازم البسط هنا يكون واحد بس، لازم السين هنا يكون مفيش قدامها عدد، ولازم السين هنا تكون بتساويها ومفيش قدامها عدد. امال ايه المشكله؟ المشكله في التلاته دي. هنفرض نفس الفرضيه عشان التلاته سين تروح وتبقى حاجه واحده بس، هنفرض ان التلاته سين كلها على بعضها بتساوي ص. جميل. واجيب قيمه سين، يبقى سين بتساوي كام؟ تلت ص. بجيب قيمه سين ليه؟ عشان احطها هنا عشان تبقى العلاقه متزنه. طيب يبقى معنى كده لما تلت ص تقترب من ما لا نهايه، معنى كده ان ص هتقترب من ما لا نهايه لو ضربت في الثلاثه، مفيش مشكله. اهو هنبتدي عمليه التعويض. السين اشتلتها وكتبت مكانها تلت ص. جميل قوي. 3 س كلها على بعضها انا فارضها بص، واحد فوق كده العمليه مظبوطه، بتساوي السين اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي تلت ص. جميل قوي. طيب تلت ص لما اضرب هنا في 3 واضرب هنا في 3 يبقى ص تقترب من ما لا نهايه. طب دي اتصرف فيها ازاي؟ هتقول لي 1 زائد 1 على ص، الكل اس ص، الكل اس تلت. يبقى كده انا حطيتها في الشكل العام. جميل قوي. كده الشكل العام للعلاقه تديني ايه؟ تديني ايه؟ وهنا الكل اس كام؟ الكل اس تلت، يعني ايه اس تلت. طيب نشوف فكره بقى كمان. ايه الفكره كمان؟ ده هو بقى ايه المرة دي اداني حاجات كتيرة، ما حطش في البسط واحد حط لي رقم، ما حطش قدام السين اللي في المقام واحد اداني رقم، ما حطش قدام السين اللي في الأس رقم واحد اداني رقم تاني مختلف عنهم كلهم. طب اعمل دي فيها ازاي؟ يبقى هنشتغلها واحدة واحدة. انا يهمني ايه؟ يهمني ان 5 على 3 دي ما تبقاش موجودة. يبقى وانا بفرض الفرضية بتاعي بنفرض ان ايه؟ سين ان 3 سين كلها على بعض هتساوي 5 ص. ليه؟ عشان افرض ان س بتساوي 5 على 3 من ص، فتقوم راحة مع بعضها، س هتساوي 5 على 3 من ص. طيب جميل قوي. يعني كل 5 على 3، كل 5 على 3 من س هشتغل واكتب مكانها كام؟ ص. يبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده. هنا برضو لما س تقترب دي عشان النهايه، لما س لما هنشتري الس ونعوض عنها بكام؟ 5 على 3 من ص. جميل قوي. طيب وهنا هشتال
التلاتة سين واكتب مكانها كام؟ خمسة صاد. جميل اوي. اشتلت التلاتة سين دي كلها على بعض وكتبت مكانها كام؟ خمسة صاد. فوق هنا في كام؟ خمسة. طب الخمسة تروح مع الخمسة؟ الخمسة تروح مع الخمسة. طيب هنا في كام؟ اتنين سين. لا ده انا هشتري السين بس، هشتري السين بس واكتب مكانها كام؟ خمسة على تلاتة صاد، زي ما هنا السين قيمتها هنا. جميل اوي. طيب هيبقى شكلها عامل ازاي بعد التبسيط؟ برضو لو ضربت هنا في 3 على 5 في الطرفين يبقى هي هي ص تقترب من ما لا نهايه، مفيش فيها مشكله. 1 زائد الخمسه تروح مع الخمسه، 1 على ص. هنا الكل اس ص، الكل اس 10 على 3. خلاص بقت كل دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اس 10 على 3 تديني ايه؟ اس 10 على 3. طيب نهاية الدوال المرتبطة بالعدد الطبيعي هي. نشوف كده الشروط بتاعتنا في الدالة دي. قلنا النهاية تقول لي السين تقترب من منع نهاية، والكسر بيساوي البسط بيساوي المقام، والمقام بيساوي الأس بيساوي كام؟ بيساوي سين. تمام. طيب بصوا كده يا جماعة، احنا قلنا النظرية يعني اللي قدامكم دي او الشريحة اللي قدامكم دي عشان الطالب يقدر يلم اللي احنا قلناه ويبقى فاهم مش حافظ. طب انت عايز تقول ايه يا استاذ؟ اقول لك انا عايز اقول ايه دلوقتي. العلاقه بتقول اهي 1 زائد 1 على س الكل اس س. العلاقه دي كلها لما تكون كامله عندك بالصوره دي، يعني البسط 1 والمقام س والاس س بيساوي بعض، يبقى في الحاله دي هطلع الناتج بها. امال ايه ده يا استاذ؟ اقول لك ايه ده يا استاذ. طيب احنا في الامثله اول مثال خدناه حطينا في الاس 3 قدام س 3 س، فالناتج طلع بكام؟ ب اس 3. جميل يا استاذ. طيب العلاقه الثانيه، يعني معنى كده كل ما احط اس قدام الاس رقم تطلع ب اس رقم. ايوه بس بشرط هنا واحد وهنا واحد وهنا س. تمام. طب الثانيه 3 س زائد او ناقص 2 تقول لي الناتج بيساوي ه اس 3 برضه. ليه؟ لان زائد او ناقص اصلا هتديني واحد، واحد في اس 3 تديني اس 3. يبقى هنا لا يعنيني ان يضيف على الاس عدد او يطرح من الاس عدد. طيب جميل يا استاذ. طب هنا يا استاذ عمل ايه؟ ساب الاس زي ما هو. لو حط في المقام قدام السين رقم يبقى الناتج ه اس 1 على الرقم. تاني لو ساب السين الاس زي ما هي وحط في البسط واحد كده تمام. المشكله عندي في المقام، حط قدام السين اللي في المقام رقم يبقى هي هتساوي واحد على الرقم اللي في المقام. طيب رقم أربعة، حط قدام السين اللي في المقام رقم وحط قدام السين اللي في الاس رقم، والاثنين المفروض يساوي بعض، يبقى الناتج هيطلع ايه؟ هي اس 3 على الاثنين. هي اس 3 على الاثنين، الاس الرقم اللي قدام الاس على الرقم اللي قدام المقام. طيب افرض عملها كامله بقى خالص، يبقى هنعمل ايه؟ يعني حط قدام السين رقم اللي في الاس وقدام السين اللي في المقام رقم، وكمان اما حطيت اللي في البسط رقم، يبقى هي هتساوي كام؟ هي اس 5 على الاثنين في الثلاثه، 5 على الاثنين في الثلاثة. طب نعرف نطلع قاعدة كده يا أستاذ؟ أيوة نعرف نطلع قاعدة. يبقى القاعدة قدامكم اهي، خلي بالكم دي الأصل، دي كده هنا الأصل. أنا عايز أخلي مرة كل مرة الصورة دي 1 زائد 1 على س أس س. طب لو اديتني بالشكل ده يبقى هقول له هي بتساوي يا أستاذ ج على د في أ. خلاص وده قلنا ده بيساوي 1. ادي القاعده دي حاجه ليك انت، لكن مش عشان تطلع الناتج، لا عشان انت هتحل الخطوات. لكن انا عايز اقول ايه؟ هجي لك مساله من مسائل الخمسه باي حاجه من دول، انت مبدئيا قبل ما تحل هتقوم كاتب الناتج بره. لو انت فاهم هتكتب الناتج بره وبعدين تحل تقارن بقى الناتج اللي انت عارفه من القاعده دي ولا لا. طيب تعالوا نشوف
حاجة تانية، الصورة دي نهاية لما سين تقترب من ما لا نهاية، واحد زائد واحد على سين الكل أس سين، بتكافئ الصورة دي. يعني ايه بتكافئها؟ يعني بتساويها، يعني لما سين تقترب لما لا نهاية يبقى واحد على سين تقترب للصفر. تمام كده؟ يبقى هنا العلاقة واحد زائد واحد على سين، هنا بقت واحد زائد سين، وهنا الكل أس سين، هنا الكل أس واحد على سين. يبقى العلاقة دي لو أنا وقفت معايا ممكن أحولها العلاقة دي بس تدينا الصورة دي، أقول له برضو بتساوي هي. تعالوا نشوف مثال. القاعدة اللي احنا قلناها في أول خالص في بداية الشرح بتقول لما سين تقترب من لا نهاية، معنى كده إن لما إمتى؟ لما واحد على سين يقترب من الكام؟ يقترب من الصفر. جميل أوي. يعني لو أنا هشتال السين تقترب من ما لا نهاية هكتب مكانها واحد على سين تقترب من الكام؟ الصفر. عشان هنا سين لازم تقول لي كام؟ الصفر، أو سين تقترب من الصفر. جميل أوي. طيب نهاية واحد زائد سين أس تل أس واحد على تلاتة أس سين بتساوي كام؟ لما سين تقترب من الكام؟ لما سين تقترب من الصفر. جميل أوي. هنفرض إن واحد على سين، واحد على سين بس كده، دي كده بتساوي صاد. جميل أوي. يعني سين هتساوي واحد على صاد. ماشي. لما سين تساوي واحد على صاد يبقى سين لما تقترب من الصفر، واحد على صاد تقترب منين؟ من ما لا نهاية. جميل. يبقى نعمل عملية التعويض. يبقى نهاية لما مكان السين هكتب مكانها كام؟ انا فرضت ان السين بتساوي ايه؟ السين بتساوي واحد على صاد، يبقى واحد على صاد تقترب من ايه؟ من ما لا نهاية. جميل قوي. طب نعوض. سين زائد واحد، سين اصلا اشتلناها وحطيناها مكانها كام؟ واحد على صاد. حلو قوي. الكل أس واحد على سين أصلا بكام؟ واحد على سين بصاد. بقت الصورة دي خلاص، بقت الصورة اللي أنا عارفها أقدر أشتغل فيها زي مجموعة الأمثلة اللي احنا خدناها. يبقى أنا حولت من الصورة النهاية لما سين تقترب من الصفر إلى الصورة نهاية لما واحد على صاد يقترب من المال نهاية. طيب هل الصورة دي مناسبة؟ ما الصورة دي هي الصورة دي، واحد زائد واحد على صاد، هنا صاد أس كام؟ تلت. خلاص أنا بمجرد النظر عرفت هنا إن هي هتطلع إيه؟ هي أس كام؟ هي أس تلت، باعتبار إن أنا خلاص عرفت القاعدة. أو بالخطوات هقول له بقى يبقى واحد زائد نهاية واحد زائد واحد على صاد، الكل أس صاد، الكل أس صاد، الكل أس صاد، يبقى كده كل دي بها أس كام؟ أس تلت، يبقى هتساوي هي أس تلت، تطلع بهي أس تلت. طيب نشوف تمرين كمان. التمرين عامل كده، الله، هنا لا في واحد ولا في واحد على سين ولا في حاجات من دي، أمال أعمل إيه؟ أتصرف زي ما خدت الكلام ده في الكسور بتاع التالتة إعدادي، أجزأ الكسر. وأنا قلت لكم قبل كده إن الرياضيات هي مادة تراكمية، يعني معتمدة على الدروس بتاعت أو المواضيع بتاعت السنين اللي فاتت. طيب نتصرف ازاي؟ نجزأ الكسر بحيث ان انا اطير المقام ده. طب اطيره ازاي؟ هنا س ناقص واحد افك دي بحيث تبقى معايا كام؟ س ناقص واحد. يعني هنا هحط س زائد اتنين دي كده، هحاول اوصلها لس ناقص واحد، يعني لازم يكون هنا عندي س ناقص واحد. يبقى هنا في زائد كام؟ عشان كده ما اقدرش اغير في المعادله، يبقى زائد هنا تلاته. يبقى المعادله دي كلها بتساوي دي، ما عملتش فيها حاجه، بس جزأت وجبت س ناقص واحد بس كده عشان المقام. دي الفكره. جميل قوي. يبقى نهايه س ناقص واحد على س ناقص واحد زائد 3 على س ناقص واحد. انا لو وحدت المقامات هترجع لاصلها الصوره اللي فوق دي، ما عملتش حاجه كده رياضيا. يعني كل ده يعتبر بكام؟ يعتبر بواحد. جميل قوي. بدات الصوره تتضح اهي، جبت قدرت اجيب الواحد. جميل قوي. طيب ايه المشكله في هنا؟ المشكله في ده هنا فوق لازم يكون واحد، وفي تحت هنا كام؟ سين بس. طب هعمل ايه؟ هعمل الفرضيه بتاعي. ايه الفرضيه؟ الفرضيه هنفرض ان او ممكن نفك هنا كده ثانيه واحده، سين زائد اربعه،
س زائد 4 مش دول مش ده اس مجموع ينفع نرجعه لاصله يعني ينفع نضربه يعني ينفع نهايتين نهايه لما 1 زائد 3 على س ناقص 1 اس س في نفس النهايه اس 4 لان ضرب الاسس عباره عن ايه؟ عباره عن جمعها. فانا فكيت الجمع حولته لضرب. طب فكيت الجمع حولته لضرب هستفاد ايه؟ لما يكون الاس عدد حقيقي يبقى كل ده هيساوي كام؟ صفر. يعني 3 على ما لا نهايه ناقص 1 يعني 3 على ما لا نهايه كلها تطلع بكام؟ بصفر. 1 وصفر يديني كام؟ 1. 1 اس اي حاجه بواحد يبقى كاني بقول كل ده اصلا كل ده في كل الاحوال بيطلع بواحد. 1 في هنا في النهايه دي يبقى كاني ما عملتش حاجه في نفس النهايه. طيب جميل قوي. يبقى هنمسك بقى هنفرض ان ص بتساوي كل ده 3 على س ناقص 1. طيب تمام. طب اجيب س ازاي؟ هنجيب س من هنضرب طرفين في وسطين ونجيب قيمه س. يبقى س بتساوي 3 على ص زائد 1. طب انا بعمل كده ليه؟ عشان كل دي هشتغلها وقت مكانها ايه؟ وقت مكانها ص. طب الس يبقى في الاس الس اللي في الاس دي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ 3 على ص زائد 1. طيب لما س تقترب من النهايه يبقى 3 على ص تقترب من الكام؟ تقترب من الصفر. انا هنا حولت الصوره العكسيه، حولت من صوره ما لا نهايه الى صوره س تقترب من الكام؟ س تقترب من الصفر. تمام. يبقى الشكل ده بعد التعويض بقى، يبقى بدل ما كانت س بتقترب من ما لا نهايه يبقى 3 على ص تقترب من الصفر. لو ضربت هنا في ص تربيع وهنا في ص تربيع يبقى تديني ص تقترب من الكام؟ ص تقترب من الصفر، مفيش مشكله. هنعوض 1 زائد 3 على س ناقص 1 شلناها وكتبنا مكانها كام؟ ص. اس س فوق كل ده اسمه اس س. جميل قوي. طيب في احنا اتفقنا كل ده بكام؟ كل ده بواحد. تمام قوي. طب ينفع نجزها دي تاني؟ ينفع نجزها دي تاني، يعني زي ما عملنا فوق كده هتبقى مره اس 3 على ص ومره اس 1، واتفقنا اس 1 يبقى كل ده هيديني كام؟ هيديني 1. عوض اهو، حط ص بصفر يبقى هنا 0 زائد 1 يبقى 1، 1 اس 1 بصفر بواحد يبقى كل ده بواحد، يبقى الشغل على دي. طب الشغل على دي ازاي؟ انا هنا عايز اجيب ايه؟ لازم يكون هنا في 1 على ص. طب ما دي تعتبر 1 على ص اس 3، 1 على ص الكل اس 3. جميل قوي. كل دي مع النهايه اللي تقترب من الصفر، من الصفر تديني كام؟ تديني ايه؟ اس كام؟ اس 3. يبقى الناتج هي اس 3. طيب نشوف مساله تانية. بيقول اوجد نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه، وهنا كاتب لي داله مثلثيه. هو ينفع داله مثلثيه يا استاذ؟ اه طبعا. مش داله؟ جميل. طيب ايه المشكله؟ المشكله في هنا س تقترب لكام؟ لما لا نهايه. طيب احنا قلنا الاس لازم يكون زي المقام. طيب فين هنا؟ هنا لازم يكون في بسط ومقام، ما ينفعش الصوره دي. هتقول لي سهله قوي، انت عايز المقام في ظا تربيع س، صح؟ طب ما ظا تربيع س بتساوي 1 على ظا تربيع س. تمام خلاص اهو بقى المقام، بقى المقام هنا زي ايه؟ زي الاس. تمام. المشكله هنا في كام؟ في الواحد. تمام قوي. طيب لما س تقترب لمن النهايه اقدر افرض س؟ لا صعب قوي ان انا افرض س، لان دي داخله ايه؟ دي زاويه. طب هجيبها ازاي دي؟ مش عارف اجيبها. امال اعمل ايه؟ نعمل الفرضيه بتاعتنا. يبقى ص بتساوي 3 على ظا تربيع س، وفي الحالة دي اضرب ضرب تبادل، يبقى ظا تربيع س بتساوي كام؟ 3 على س. يبقى كل ظا تربيع س هشتغلها واكتب مكانها 3 على ص. لما س تقترب من ما لا نهاية يعني معنى كده ان ص تقترب من كام؟ من صفر. يبقى كده هنحول للصورة العكسية دي واشتغل عليها. يبقى انا عايز اجيب 1 زائد ص الكل اس 1 على ص، هتطلع بالصورة دي. جميل. طيب يبقى هنا في 1 زائد، استنى بقى، استنى س تقترب من النهايه وحطينا ص تقترب من الصفر. 1 زائد الص كل دي بص اهي نزل. تمام. طيب ظا س تربيع ظا تربيع س هشتغلها واكتب مكانها 3 على ص. خلاص بقت مفيش مشكله، دي كلها تعتبر اس تاني، يعني 1 على ص اس 3، يعني تعتبر ايه؟ اس كام؟ ايه اس 3.
طيب هنعبر عن العدد الطبيعي ه لما س تقترب من الصفر، واحنا قلنا عندنا حالتين. لو كان العدد الطبيعي ه يبقى نهايه، خلي بالك بالصوره الجديده دي، ه اس س ناقص 1 على س بتساوي 1، ونهايه لما 1 زائد لوغاريتم العدد 1 زائد س على س للاساس ه بتساوي كام؟ بتساوي برضو 1. يبقى هنا لا بنجيب جبنا النهايه داله اسيه ونهايه داله لوغاريتميه، نهايه داله اسيه بالشكل ده ه اس س ناقص 1 على س تديني 1. طيب نهايه داله لوغاريتميه لما اللوغاريتم 1 زائد س على الاساس س والمقام س يبقى بيساوي كام؟ بيساوي 1. طيب الداله اللوغاريتميه عشان اجيبها لو كان عندي الاساس اي عدد تاني وليكن العدد ه، يبقى برضو هجيب نهايه الداله الاسيه لما الاساس بيساوي الف، ونهايه الداله اللوغاريتميه لما الاساس بيساوي الف. يبقى نهايه الف اس س داله اسيه ناقص 1 على س بيساوي لوغاريتم العدد الف للاساس ه. طيب نهايه لوغاريتم العدد 1 زائد س للاساس الف على س يبقى بيساوي لوغاريتم العدد ه للاساس الف، لو كان عندي هنا الاساس اللي قدام اللوغاريتم الف. طيب تعالوا نشوف كل الكلام ده استخداماته ايه في المسائل. نشوف كده المثال الاولاني ونشوف الشروط بتاعته. هنا بيقول نهايه ه اس 2 س ناقص 1 على 3 س، تقول الله النظريه مش كده او القاعده بتاعتي مش كده، القاعده بتاعتي هنا لازم يكون في س ه اس س بس، وهنا ما يكونش في رقم قدام س، يبقى من كده القاعدة بتاعتي مش مظبوطة. أمال أتصرف فيها إزاي؟ أول حاجة لازم أخلي له اللي قدام السين في المقام هنا 2، ودي عملية جبرية بحتة. يعني إيه؟ يعني هنا في المقام في كام؟ في 3 سين. جميل قوي. ممكن كده أعملها لكم بالبساطة دي كده، هنا سين في، وأقوم مطلع التلاتة تحت الكسر برضه هنا أهو كده. طب كده ما عملتش حاجة يا أستاذ، صح؟ طيب انا عايز الاس كام؟ 2. يبقى هنا هحطه قدام السين كام؟ 2. ينفع في الرياضه احط هنا 2 بس ولا لازم احط هنا 2؟ لازم احط هنا 2، عشان لما 2 تروح مع ال2 يتفضل 3 س، يبقى كده ما عملتش حاجه. يبقى كده وفقت بس ال2 س مع 2 س في الاس عشان اخليهم بيساووا بعض. هي دي فكره المساله. طيب نشوف كده ازاي. يلا نهايه 2 اس س ناقص 1 على 3 اس س، قلنا هنخلي الثلاثة بره، هخلي الثلاثة بره واحط هنا 2 في البسط واحط هنا 2 في المقام. ليه بعمل كده؟ عشان اوفق شكل النظرية، شكل النظرية. طب كده تمام، النظرية كده تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي بقى لازم هنا يكون في س بس، ولازم يكون هنا في س بس. طب ما انت حطيت الاثنين هنا وحطيت الاثنين، ما هو ده بيساوي بعض. لا، هو الاس بيساوي المقام بيساوي 1 قدام المعامل، ما ينفعش اي رقم تاني. عشان كده بنفرض ان 2 س اللي في المقام دي بتساوي ص، يبقى معنى كده لما س تقترب من الصفر يبقى 2 ص تقترب من الصفر برضو، نقسم على الاثنين يبقى ص تقترب من الصفر. يبقى 2 على 3 دي ده حد او قيمه بتخرج بره النهايه بتساوي 2 اس 2 ص لما ص تقترب من الصفر. هنعوض بقى هنا 2 س هنحطها بص، وهنا تحت 2 س هنحطها بص، بقى ده كده الشكل العام. تمام قوي كده. يبقى معنى كده ان تلتين بتساوي ه اس ص ناقص 1 على ه اس ص، كل ده اصلا بيساوي كام؟ بيساوي 1. النهاية دي بتساوي 1، يبقى تلتين في 1 هتساوي تلتين. طيب برضو مسألة تانية بالشكل ده، ايه المشكلة؟ المشكلة هنا نشوف كده القاعدة بتاعتي، القاعدة بتاعتي لازم هنا يكون س مفيش قدامها رقم، ولازم يكون هنا س مفيش قدامها رقم. ايه المشكلة في الرقم ده؟ طيب نتصرف فيه ازاي؟ لازم يكون معامل س بيساوي معامل ص، يبقى نفس الحكايه. هتقول لي هضرب هنا في 5 واقسم هنا على 5، يبقى كده ما عملتش حاجه رياضيا اهو، بس حطيت هنا 5 وحطيت هنا 5 عشان اخلي ده الى حد ما بيساوي ده، لكن انا كده برضو ما بعملتش حاجه، لكن بحاول ان انا اوفقها. طيب جميل قوي. طب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ ان ال 5 س دي طبعا مش هتساوي الصفر. جميل، يبقى هنعمل الفرضيه بتاعتنا، كل 5 س هشتغلها وقت مكانها كام؟ ص.
يبقى س بتساوي كام؟ 1 على 5 ص، ونعدل يبقى س لما تقترب من الصفر يبقى ص هتقترب من الكام؟ ص هتقترب من الصفر، او 5 ص هتقترب من الصفر، واضرب في الخمسه او اضرب الطرفين في الخمسه يديني هنا ص تقترب من الكام؟ الصفر، ما عنديش فيها مشكله. جميل قوي. طيب يلا، كل 5 س اشتلتها وكتبت ص، كل 5 س اشتلتها وكتبت مكانها ص، بقت دي، هل دي الصوره العامه؟ اه دي الصوره العامه كده. جميله تمام. يبقى نهاية 5 في اللي هي 5 على 1 دي 5 في نهاية هي أس ص ناقص 1 على ص، طبعا هنا في لوغاريتم، يبقى هتساوي خمسة في واحد تعتبر بكام؟ تعتبر بخمسة. طيب الله، احنا مصممين برضو على دوال مثلثية. ايوه مصممين على دوال مثلثية، ايه المشكلة؟ طيب احنا خدنا نهاية الدوال المثلثية من السنة اللي فاتت، واحنا عارفين ان الرياضيات مادة تراكمية. طيب هتصرف مع دي ازاي؟ انا عارف ان دي الصورة العامة بتاعتها عاملة كده، دي هنا خلي بالك 3 مش هي اس س، يبقى لما يكون عدد اي عدد تاني غير عدد طبيعي، يبقى ا اس س، ا اس س ناقص 1 على س. لو توفرت الصوره دي هقول له يبقى بيساوي لوغاريتم الاساس ا للوغاريتم العدد ا للاساس. طب اوفر دي ازاي؟ اوفر دي ازاي؟ اقول لك ازاي. انت ممكن تقسم كل من البسط والمقام على س. ليه تقسمه على س؟ عشان الصوره دي اصلا اخدناها السنه اللي فاتت لما س تقترب من الصفر، تمام نظريه. طيب والصوره دي اصلا قربت اهي من الصوره دي، تمام قوي، يبقى ممكن نحطهم كده، ممكن نحطهم كده. نهايه جا 3 س على س على نهايه 3 اس س ناقص 1 على س. طيب دي خدناها السنه اللي فاتت بكام؟ ب 3. طب ودي هل دي الشروط هنا متحققه؟ اه متحققه. الاس الاس معامل الاس 1 ومعامل الس 1 فين؟ في المقام. يبقى كاني بقول 3 س على س، يبقى هنا في 3 على كل ده يخرج بكام؟ يخرج بلوغاريتم الاساس هنا كام؟ 3، يبقى لوغاريتم العدد 3 للاساس يعني. تمام كده؟ يبقى تدينا الصوره دي وتبقى دي الصوره النهائيه. مثال كمان. طيب يلا، لوغاريتم هنا الاساس مش هي 7 س على س ناقص 1. طيب هنعمل ايه هنا بقى؟ لا في دوله مثلثيه ولا في حاجه، نعمل ايه؟ نعمل فرضيه على طول. هنفرض ان س ناقص 1 دي بتساوي ص. جميل، انا عايز اخليها بالصوره دي، فوق 1 زائد س وتحت س. جميل. طيب هنفرض ان س ناقص 1 دي بتساوي ص، تفرق معايا ايه؟ ما لما س ناقص 1 هتساوي ص، السالب 1 هتروح هناك، يبقى هنا س بتساوي كام؟ ص زائد 1، عشان لما احط هنا فوق كده ص زائد 1 بقت شبه دي. تمام تمام. طيب لما س هنا، لما س تقترب من الواحد، لو س اقتربت من الواحد ايه اللي هيحصل؟ يبقى الص تقترب من الصفر، حط 1 ناقص 1 يدينا صفر. جميل قوي. طب نعوض بقى، كل س هشتل مكانها مكتب ص، كل س ناقص 1 هشتلها واكتب مكانها ص، يبقى لما اجي اعوض هيبقى لوغاريتم الاساس 7 العدد اللي كان س اشتلته وكتبت مكانه كام؟ مكان الس كتبت ص زائد 1 على المقام في س ناقص 1، س ناقص 1 كلها على بعضها بص. خلاص الصوره اهي وضحت. جميل قوي. طيب لما كانت س تقترب من الواحد قلنا ص تقترب من الكام؟ ص تقترب من الصفر. جميل قوي. يبقى لوغاريتم لما ص، يبقى نهايه لما ص تقترب من الصفر لوغاريتم 1 زائد ص على ص اس 7 بتساوي كام؟ هل الصوره دي هي الصوره دي؟ ايوه هي الصوره دي، يبقى هتساوي لوغاريتم العدد ه للاساس، لوغاريتم العدد ه للاساس 7. وبك
وبكده أعزائي طلبة الثانوية العامة نكون انتهينا من تدريس درس اليوم من فرع التفاضل اللي كان موضوعه الدوال الأسية ذات الأساس الطبيعي هي والدوال اللوغاريتمية ذات الأساس الطبيعي هي. ما تنسوش تحت الفيديو هتلاقوا فيه ثلاث لينكات، اللينك الأول بيتكلم على شيت أسئلة، اللينك الثاني بيتكلم على شيت إجابة بتاع الأسئلة، اللينك الثالث بيتكلم على اختبار تفاعلي لمواصفات النظام الجديد للمرحلة الثانوية. يعني الاختبار هيكون ليه وقت محدد للإجابة، الاختبار هيصح الكتروني، في نهايه الاختبار هتلاقي الدرجه موجوده عندك عشان تقدر تقيم مدى استفادتك واستيعابك من موضوع الدرس. والى اللقاء مع درس اخر.